السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي المتواضعه اللي هي قناه روتين ام زياد. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال مع هذا الفيديو. هادي كنبغي نقول الناس اللي اول مره يزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس، ومرحبا بمن انضم لقناه المتواضعه. كنشكركم بزاف على فو لايك فو كومونتير اللي تيحفزوني وكيقولوا لي خليكي وكملي في هذا لو دومين. هذا المهم كما شفتوا من لو تيتغ اي من لا مينياتور وكما كتشوفوا من هاد لو ديبي ديال لا فيديو اليوم، ان شاء الله كنظن فهمتوا شنو غادي نشارك معكم، شي حاجه عندها علاقه بلا كويزين. اليوم ان شاء الله كيف قلت لكم غادي نشارك معكم ان شاء الله دي كوب كيكس بشوفان صحيين لذاذين رائعين. اش غادي نقول لكم؟ يعني كنخرجوا من داكشي اللي المعتاد، يعني كاب كيك بدون دقيق بدون سكر بدون زيت، صحي 100%. يعني المكون الرئيسي ديالو هو الشوفان، والصراحة رائع، تيجي لذيذ ومختلف. يعني كنخرجوا شوية على المعتاد وغادي يعشقوه الوليدات الصغار والكبار كذلك، والأهم أنه صحي. المهم اللي غادي نقول لكم، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون خفيفة ظريفة على الخطر ديالكم، كنتمنى تتبعوها حتى الاخر باش تستافدوا، وكذلك تبارطاجيو لا فيديو ديالي مع فوبخوش باش هكا تعم الفائدة. غادي نقول لكم خليكم على فيديو باش نشارك معكم إن شاء الله المقادير وطريقة تحضير هاد لي كوب كيك أو مافن بالشوفان صحيين ولذاذين. ولتحضير هاد لي كوب كيك اولا المافن بالشوفان غنحتاجو المكون الرئيسي هو الشوفان. نحتاجو فيه 4 الكيسان ديال العنبه، غادي نحتاجو الحليب كاس ديال عنبه الحليب، غادي نحتاجو واحد ياغورت اولا زبادي، غادي نحتاجو تقريبا نص كاس العنبه ديال العسل، غادي نحتاجو جوج موزات، غادي نحتاجو جوج بيضات بحراره المطبخ، غادي نحتاجو خميره الحلوى، غادي نحتاجو واحد ساشي دو فاني و كويغطات ولا لي كيسات ديال الكاب كيك. اول حاجه كناخذ واحد لو بول كنزلو فيه دوك جوج بيضات، طبعا تيكونوا بحراره المطبخ كما كتشوفوا الحجم ديالهم متوسط. غادي نضيف واحد القبيسه ديال الملحه كتبقى اختياريه، وغادي نضيف ساشي د فاني، الا كانت عندكم لا فاني ليكيد كتستعملوها. وغادي نطرب بالطراب اليدوي، اليوم غادي نخدم غير بالطراب اليدوي، اللي عنده الكهرباء يستعملو، فانا اليوم فضلت نبقى غير مع الطراب اليدوي. من بعد ما طلعت داك البيض مع لافاني كما كتشوفوا كيتبدل اللون ديالو، غادي نجيب دوك جوج موزات، من الاحسن الموزات يكونوا طايبين مزيان، يعني كيكونوا طايبين مزيان تيعاونوك ان كيفاش كوني كتمعسيهم بالشوكه اولا بلا فورشيت كيتمعسو دغيا كما كتشوفوا. جوج موزات كنمعسهم بالشوكه اولا بالفرشيطه حتى كي نخدمهم مزيان كيولي القوام ديال دوك جوج موزات على هاد الشكل كما كتشوفوا، يعني كيكون مطرب مزيان بالفرشيطه. وغادي ناخذ داك الخليط اللي فيه البيض مع لافاني اللي طربتهم طراب اليدوي، غادي نضيف عليهم جوج موزات مخدومين بالشوكه اولا بالفرشيطه، وغادي نميلونجي مزيان هاد لي زانغغيديون اللي ذكرت لكم. وعاد غادي نضيف المكون اللي هو الياغورت او الزبادي. الياغورت كتقدروا تستعملوا ياغورت طبيعي يعني بدون سكر، تقدروا تستعملوا ياغورت بالسكر وباي نكهه بغيتوا، فكيبقى على حسب المتوفر في البيت. تقدو تعوضوه اوسي بلا كريم فريش ايبس، حتى هو كيجي بها هشيش وزوين. العلبه ديال الياغورت هي باش عبرت الحليب، يعني العلبه ديال الياغورت كذلك مملوءه بالحليب ضفتها، وغادي نميلونجي اشاك فوا فاش كنضيف اي مكون كنبقى نطرب مزيان بالطراب اليدوي. وهنا كيما تشوفوا غادي نضيف العسل،
الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. تقريبا انا هنايا ضفت نص كاس ديال العنبه ديال العسل، تقدروا تستغناو عليه الا ما بغيتوش. راكم عارفين الحلاوه ديال العسل كتبقى طبيعيه، والناس اللي فيهم السكر يقدروا يستغناو على العسل ما يستعملوش، رغم ان الحلاوه ديالو كما ذكرت لكم انها طبيعيه. هنا كما كتشوفوا ضفت الخماره الحلوه تقريبا ملعقه صغيره ونصف ديال الخماره ديال الحلوه فقط كافيه، تقدروا تستعملوا غير ملعقه صغيره فقط كافيه. وهنا غادي نضيف واحد العنصر اللي مهم ديما كنستعملو في لي زاباغاي كاب كيك ولا لي كيك ديالي، هو الخل. ضفت تقريبا واحد ملعقه كبيره ديال الخل، فهو تيعاون لينا الخميره ديال الحلوه تفاعل، وكذلك كيكونسيرفي لينا لا باغاي كاب كيك. وهنا جات المرحله فين غادي نضيف المكون الرئيسي ديال المافون ولا لي كاب كيك ديال اليوم، هو الشوفان. كما غتشوفوا على عينيكم غادي نعمر الكاس الاول كاس العنبه، وغادي نزيد نعمر الكاس الثاني. فانتوما عينكم ميزانكم، ولكن انا في الخلطه اللي استعملت اليوم مع لي زانغريديون استعملت 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الشوفان. من بعد ما ضفت دوك جوج كيسان كتميلونجيو وكتشوفوا تقريبا شحال خاصكم تزيدوا. فانا ضفت جوج كيسان اخرين اللي هما كيبقاو في المجموع 4 الكيسان ديال العنبه ديال الشوفان. كنخلط مزيان الخليط بالطراب اليدوي دائما، وغادي نخليه اكوتي يرتاح ولا يتغوبوزا واحد 10 دقائق. ماشي غير تكملوا وتبداو تعمروا في الكيسات، نون كتخليو لاباغي ديالكم ولا الخليط ديالكم يرتاح حتى كيبقى يختار ويتقال. هنا رجعت لكم من بعد ما خليتو يتغوبوزا واحد 10 دقائق ولا الخليط كما شفتو خاتر. هنا غادي نجيب المول ديال لي كوب كيك، تقدروا تدهنوا غير بالزبده وتعمروه ديريكتومون، ولا عندكم هكا الكويختات ولا لي كيسات ديال الكب كيك كتنزلوهم ومن بعد كتنزلو فيهم الخليط. فالخليط نزلته انا بالملعقه كما كتشوفوا. هاد يعني هاد الخليط اللي بهاد المكونات اللي شاركت معكم فهو دار ليا هاد عمر ليا هاد المول كامل، يعني ما شاط ليا منه والو، عمرت دوك الكويختات حتى الفوق. يعني ما عندكمش لاش تخافوا، يعني عمروا الكويختات حتى الفوق لحقاش راه ما غاديش يفيض لكم الخليط في الجوانب، يعني ما كيسيحش الا ما كثرتوش من الخميرات الحلوه. وطبعا ما فيهش الدقيق باش يعني باش يتنفخ الكاب كيك. ف الا احترمتوا المقادير والمكونات وضبطتوهم كما شاركتهم معكم فما عندكمش مناش تخافوا، اكيد لي مافن غادي ينجحوا لكم وما غاديش يفيضوا لكم في الجناب. وانا كنعمر لي كيسات، شعلت الفران على درجه حراره 180 الفوق والتحت بالفرفاره. منين دخلتهم شعلت لهم غير التحت تطلعوا شي شويه، وشفتهم بحال اللي بداو كيطيبوا شعلت لهم عاوتاني الفوق. المهم حتى كيشدوا فراسهم وكيتحمروا. ها نتوما كما كتشوفوا من بعد ما خرجتهم من الفران شوفوا اللون اللي فيهم، صراحه ذهبي زوين، يعني طايبين مزيان الصراحه. غير من الشكل ديالهم واحد الريحه ديالهم يا سلام، واحد الريحه خطيره، والمذاق ديالهم حتى هما زوين، يعني كتخرجوا شويه على المعتاد. وكتوجدوا ألد واحلى كب كيك صحي، تقدروا تستعملوه للوليدات الصغار وحتى الكبار بحكم انه فيه مكونات طبيعيه ما غاديش تضر بالصحه، وكتقدموه لوليداتكم ولا حتى الكبار بالصحه والعافيه. وانا كما نقول لكم هذا هو الشكل النهائي ديالي كاب كيك ديالي، كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى اسيت بارطاجيو الوصفه اولا لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب باش حتى هما يوجدوا هاد لي مافن ولا هاد لي كاب كيك اللي كيجيو رائعين ولذادين صراحه. من الشكل ديالهم كيفتح الشهيه، اما البنه والذا كاينه الصراحه يا سلام. المهم ما نطولش عليكم، كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. ما تنساو تجربوا الوصفه وترجعوا تخليوا لي دي كومونتير زوينين وبون حفيزين. كنتو مع روتين ام زياد، او روفوار.